تحضيركم على أي أساس أتى في محافظة الحديدة من العبث بأراضي الأوقاف، أو بمعنى آخر ما الذي تقوم بها الميليشيا في محافظة الحديدة؟ حياك الله أخي وليد القديمي، الاسم مش القديمي، وليد القديمي. مرحبا بك أستاذ وليد. نعم، نشكركم أخي العزيز. الميليشيات الإنقلابية تعتبر في الرمق الأخير في محافظة الحديدة مصدر تمويلها لحربها على أبناء الشعب اليميني وعلى الجارة الحدودية المملكة العربية السعودية. تقوم بنهب ممتلكات الدولة وبيعها بصورة استثنائية وبأثمان بخيصة من أجل كسب المال والفرار من محافظة الحديدة، كون قوات التحالف والشرعية اليمنية أنهت موضوع تحرير محافظة الحديدة وقد تحركت جبهتين لتحرير هذه المحافظة. الميليشيات قامت بنهب أراضي الدولة في السواحل، وقامت بنهب ممتلكات الدولة من المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي قاموا ببيع ممتلكات تخص هذه المؤسسة التي كانت تعمل في السابق مع الرئيس السابق الموالي للميليشيات الحوثية. وأيضا هناك أراضي من أملاك الدولة قاموا بتسجيلها باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، وقام المخلوع علي عبد الله صالح الآن ببيعها من أجل كسب المال. وكما يعلم هو أيضا أن قوات التحالف والشرعية اتجهت لتحرير الحديدة، فلم يكن لديهم سوى الآن أنهم في رمقهم الأخير قاموا أيضا بنهب ممتلكات خاصة لرجال الدولة والشخصيات الوطنية التي كانت تعمل ضد هذه الميليشيات، وتزوير أوراق أملاك هذه الأراضي أو هذه المنازل ومن ثم بيعها إلى شخصيات ورجال أعمال. الهيئة العامة للأراضي والمساحة وفرعها في عدن أصدرت بيان بتاريخ 18/10/2016 بعدم التصرف الأراضي وعقارة الدولة في كافة أنحاء الجمهورية. وعندما رأينا أن هذه الميليشيات بادت تقوم بأشياء غير مرضية حتى لأبناء محافظة الحديدة، ولكن ليس لهم لا حول ولا قوة، فما كان منا إلا إصدار هذا البيان كي نحذر التجار ورجال الأعمال والمستثمرين الذين يقومون الآن بشراء هذه الأراضي التي هي من أملاك الدولة أو من أملاك شخصيات وطنية. نعم، في الخارج. نعم أستاذ وليد، الخطوات التي ستتخذونها لإيقاف هذا العبث بمحافظة الحديدة؟ الخطوات الآن هو إنذار الأشخاص الذين يقومون بشراء هذه الأراضي إنه لن تكون إجراءاتهم صحيحة، وتحذير مكتب الهيئة وفروعه في المحافظة والمديريات بعدم إجراء أي معاملات وإن كانت أو صحت، فهم يعلمون أن هذه الإجراءات غير صحيحة، فلذلك سيلجأ المشتري أو التاجر أو المستثمر الذي جاء ليشتري من هذه الميليشيات إلى عدم الشراء، كونه يعلم أن هناك بيانا صدر من السلطة المحلية الشرعية لعدم الشراء من الميليشيات الإنقلابية أو من يمثلها في محافظة الحديدة. ولكن من كان يصمم أن يشتري منهم فالقانون لا يحمي المغفلين، فسوف يتم تشكيل محكمة عند الوصول إلى محافظة الحديدة وإحالتهم بالكامل إلى القضاء والسلطات القضائية. شكرا لك. مجراها كوننا دولة نظام وقانون.